حلو قوي. في شايفة عيلة جديدة، اوكي، عيلة جديدة او عيلة سعيدة، نفس الكارت اللي ظهر في المجموعة الاولى، الناس اللي في عيلة فهم مبسوطين والدنيا تمام وصورة حلوة قوي، اب وام جنب بعض ومساندين بعض وولادهم جنبهم وصورة حلوة قوي للعيلة اللي لسه ما ارتبطوش، في بلان لعيلة جديدة. في فلوس جايلك من شخص كبير، اما انه ورث متأخر أو أب بيدي، أب أو أم يعني بيدوا لأولادهم، شخص كبير يعني بيدي، أو ممكن تكون مكافأة في عملك إن شاء الله. بس العذراء عنده شوية حاجات مش لطيفة كده هقولها برضو في النص. زعلان من حاجة، زعلان ده زعلان أو مقموص من حاجة، يعني هي مش زعلة جامدة قوي، بس هو إيه، واخد على خطوه من حاجة معينة، بس واضح ان الغلط في حقك ده يعني بيسارع بمصالحتك على طول، فيعني ايه، ماشي الدنيا بسرعة ويعني وعدي الزعلة دي لان شكلها حاجة بسيطة ان شاء الله. مش عارفة هل دول مرتبطين ببعض ولا لا، بس العذراء في عنده شوية خوف، خايف من حاجة فقاعد ما بياخدش اي خطوة، قافل على نفسه، لا عايز يشوف ولا عايز يسمع ولا عايز يتحرك، في عملية جمود مجمد حركته تماما. يمكن ده من تعب، لان هو واضح عندك هنا شوية تعب يا عذراء، مش تعب يعني لا قدر الله بعد الشر تعب، لا ارهاق يعني مرهق، مش بتنام كفاية، بتعمل مجهود كتير، محتاج ترتاح شوية. عندنا كمان شك في شغل جديد، يمكن لو دي كانت مكافأة عمل، شكلك هتعمل حاجة، هتتوسع في حاجة، هتكبر حاجة، أو هتاخد زي تريننج أو كورس في حاجة هتفيدك جدا. عندك كمان نجاح، اكتمال دائرة the world، والناس فخورة بيك وانت فخور بنفسك وبالعمل اللي انت عملته. في حاجة؟ لا مفيش، تمام، اوكي. النجاح ده هيتبعه شوية عقوبات أو شوية حروب، أوكي، حرب هتتحارب، مش عارفة أقول لك إيه، بس اثبت مكانك، اثبت مكانك، شكل معرفش، يمكن كان حد نفسه في الحاجة اللي أنت وصلت لها دي فهيبتدي يحاربك، بس حرب واضحة يعني، مش حرب من تحت لتحت، لا حرب، أو ممكن تكون عقوبات، يمكن يا ده يا ده، المهم ان في شوية صعوبات بتحصل. الكارت ده ظهر للمجموعة الاولى برضو، وانا حاولت ان انا استبدله، جالي كارت بنفس المعنى، فواضح ان هو في مكانه، يعني في موقف صعب برضو العذراء هيعدي بيه، بس ده ما فيهوش اختيار بقى، مش زي المجموعة الاولى، الموقف الصعب ده مش اختيار، هو حاجة كده لازم تقبلها زي ما هي، اوكي، بس ما تقلقش من حاجة لان بعدها هيحصل موضوع النجاح ده، الموضوع متصل ببعضه، فهو شهر ان شاء الله مش وحش قوي، بس هو نام كويس، حاول تنام اكتر. عملية الجمود اللي انت فيها دي لو ليها سبب منطقي وانت عاملها بقصد اوكي، لو انت غصب عنك لانك انت خايف او مش عارف تعمل ايه، لا حاول تتحرك يعني، بلاش مرحلة الجمود دي مش كويسة. في عيلة جديدة زي ما قلنا، أو عيلة سعيدة، في فلوس هتجيلك من شخص كبير، إما مكافأة أو اسمه إيه ده، ورث مثلا أو حاجة إن شاء الله هتاخدها. في زعلان من حاجة، زعلان من حد، شكلك زعلان من حد، بس الحد ده بيحاول يصالحك، قاعد منغمس في ذاتك كده ومقموص، زعلان، بلاش نقول مقموص، دي لا تكون زعلة كبيرة، فخلينا نقول زعلان. هي مش كبيرة يا نجود، هي كتيرة، اوكي، في تقريبا ان شاء الله عمل جديد، في حاجة كورس هتاخده، في توسع هتعمله في الشغل عندك، في عندك حاجة كويسة الحمد لله في العمل، وفي نجاح الحمد لله. لو دراسيا كمان نتكلم في الدراسة، فالنجاح بيمشي على الاتنين يعني، على الدراسة او على العمل، فهو الحمد لله في نجاح، في ناس بتمتحن دلوقتي ان شاء الله ناجحين، العذراء بإذن الله عندهم نجاح حلو قوي، بس في عقبات هتسبق، يعني
تعقب النجاح ده، يعني يمكن تقول مسؤوليتك هتزيد، الناس حتى هتحط فيك ثقة أكتر، هتبتدي مسؤوليتك تزيد، أو أعدائك هيزيدوا ويبقى في حرب عليك. ما تخافش من حاجة، أنت وصلت لنجاحك ده بمجهودك وبنفس المجهود وبدماغك وبنفس الدماغ، هتعرف إزاي تنتصر على الناس اللي حواليك دول. القراية برضو حلوة يا عذراء، حلوة جدا الحمد لله. بالظبط تتكلمي عني، تمام يا كوثر. يعني ايه القراءة اي شهر؟ القراءة شهر من النهاردة يا فاطمة. هو انتي بتقولي في البرج ليه شايفة الكلام مرتبط ببعضه وبيتكرر؟ طيب تمام يا سمر، وجهة نظر تحترم حبيبتي. فعلا انا مستنية شغل، ربنا ان شاء الله يبعت لك الخير حبيبتي بإذن الله. انا عزاء وخطيبي حمل، فرحنا لان كمان عزاء الحمل اخبارها ايه. ما انا بقول دلوقتي يا نور، يعني انا دلوقتي قلت الحاله العاطفيه بين العذراء وشريكه بتاعت المجموعه الاولى والثانيه. يا استهيجي اختفيت من الضلمه دي وبرج الجوزاء احسن لك. انت اللي قطعتي النور يا نادين، انت اللي قطع النور. عموما ولا يهمني، هكمل اللايف يعني هكمل. صحة يا أمير، ربنا ينصرني على إن شاء الله يا آية بإذن الله يا حبيبتي. أنت شكلك دخلت الحرب خلاص، ده شكله شهر صعب، ربنا يستر. لا مش قوي يا إيمان، لا في حاجات كويسة ويعني متوازنة، شايفاها حلو الصراحة. الحوت قلناه يا ناجية، فعلا كان صح في ضغوط كبيرة قوي. لا هتعدي يا ياسمين إن شاء الله. يا إسراء أنا اللي بموت فيكي يا حبيبتي، التعامل معاها 10 سنين مجنناني. مش عارفة طب هي مجنناكي من ناحية ايه؟ يعني هو العذراء بيحب البرفكشن، يعني هو مثالي قوي، بيحب ان كل حاجة تكون تمام، هو ده عيبه. مش عارفة هم اطفال عاملين ازاي، بس الاطفال يا جماعة يعني عن تجربة برضه، لان انا كمان عندي ولاد، لو شديت على فكرة بيشدوا بيعندوا، انما لو اديت حب وتشجيع بيجوا احسن كتير. مش في كل وقت بنعرف نعمل الكنترول ده، ساعات بتفرط مننا عادي، وما تزعليش من نفسك ده بيحصل عادي. لازم برضو شوية شدة، بس لو حاجة قافلة معاكي خالص خالص يعني مش عارفة تشوفي لها حل، مش هتيجي غير بالراحة باللين. اوكي برج العذراء صح، بشكرك حبيبتي، ميرسي ميرسي. اوكي بسم الله ميعز، ميعز الدين. اوكي ميرسي يا ملك قوي. طيب يلا نشوف بقى احنا قلنا ايه دلوقتي المجموعة الثالثة، تعالوا نشوف حالته العاطفية عشان تتقلق من النور ده القاطع ده الصراحة. اوكي دي اللايكس اتخضي، بصوا اللايكس في الاخر بتروح بتختفي كده، انا شايفاها من ورا الكنبه، عند الكنبه ورا هنا، اتخضيت قلت اللي ورا هنا. يا مامي بسم الله بسم الله، ده انا خفت يا جماعه، ايه اللايف المرعب ده. وهادي اوكي. طيب يلا. بالظبط في كل مجموعة قوي. طب كويس يا رحمة الحمد لله، وعايشة حالة جمود. اسلام دخل في الحرب خلاص. طيب يعني انت في ايدك تنهيها امتى، في ايدك الموضوع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي يعني؟ اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحه،
مستني مصالحة ونغمس فيه زيت وكده. عايز يتفق مع شريكه على حاجة، عايزين يتفقوا على حاجة، والحاجة دي نحو المستقبل، إما إن هي مثلا إيه يعني يتفقوا على الارتباط، إن هما خلاص يكملوا ارتباطهم، أو على طريقة التعامل ما بينهم، يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده، من هنا ورايح أنت مثلا بليز ما تعملش كده، وأنا مش هعمل مثلا الطريقة دي، بيظبطوا حاجة، حاجة نحو المستقبل، يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل. أنا قاعدة في الظلام، أنا أهو في الظلام يا حبيبتي. شايف شريكه إزاي العذراء؟ شايفه شخص غني، مش شرط إن هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة، غني غني بمشاعره، غني بأخلاقه كده يعني، وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده، وكمان وأمان، ده that's it، أكتر حاجة الأمان، شايفه الأمان بالنسبة لي. بس الطاقة ما بينكم متقلبة، طالعة نازلة، يوم حلو يوم لأ، برتم سريع، ما هو ده طبيعي إن العلاقة تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs. أنا خايفة يا جماعة، أنا خايفة بجد. نقصوا التقلب سريع، اللي هو لسه مصالحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض، فاهمين قصدي؟ متقلبة عاملة زي موج البحر. الشريك بقى، الشريك عايز ايه؟ الشريك بصراحة أنا شايفة إن هو مش عارفة كسلان ولا إيه الموضوع عنده، هو مش عايز يعمل حاجة، أنا هقعد كده منتخ، ويعني أنتي ظبطي أي حاجة، مش عايز يبذل مجهود، ما بيبذلش مجهود، منتخ. أوكي، بس نفسه صفحة جديدة، يعني إن أنت تغفر له اللي فات ده كله، اللي هو إيه، turn the page، نقفل الصفحة ونبتديها من الأول. بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده، يعني هي مجرد أمنية. شايفك ازاي؟ شايفك برضو سعادة، شايفك احتفال، بيحب يحتفل معاك، انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال، which is طاقة إيجابية جدا وحلوة جدا. بس تعالوا نقلبها، لو العذراء هو الشريك، يعني فاهمين قصدي ايه، ان يعني شريك العذراء هي البنت، فهي شايفة بيخونها وحاسة بخيانة، أفتكر حاسة مش حقيقي، يعني هي مجرد إحساس، شكوك، فاهمين قصدي، شكوك. إيه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ في حيرة كده، وقاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عملية تقييم، قاعدين بقى it's back، الحمد لله، الحمد لله على السلامة. بتقيموا الموقف مثلا أو بترسموا خطة، بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فترة طويلة جدا من حياتكم وهيبتدي ينهار. أوكي، والشيء ده شيء وحش، مش شيء كويس، انهيار لشيء وحش، حاجة كانت غلط في حياتكم، إن شاء الله هتنهار وهتبتدي الصورة تتضح.